فوائد الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله: والصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للعذى، مقردة للأدوى، مقوية للقلب، مبيدة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوة، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. Thank you so much for watching. If you like this video, please share with your friends and stay tuned for more videos. And if you are new here, welcome to this channel. Subscribe and hit the notification bell. You won't regret it. Assalamu alaikum.